السلام عليكم، يعطيكم الصحة والعافية. أخباركم إن شاء الله طيبين. طبعا أمس تمرنت، ولكن تمرنت كارديو ما صور، كارديو خفيف ضغط على بطن على شوية معدة. فاليوم قررت أني أنا ألعب جهاز، تمام، الجهاز هذا اللي دائما صوره، وبعد الفطور بساعة راح أبلش تمرين. شنو تمرينك اليوم بدردش؟ ما علمت، بعدين تشوف. حلو، فخليكم جاهزين وجاهزين اللي يبغى يتمرن. ها والله انا ما توقعت كذا صراحه. يعني اللي يبغى ينزل وزن، انا ما ابغى انزل وزن كذا، بس عشان لا، انا اذا ما تمرن اخذك صراحه يصير عندي خمول وتكسل، وان جسمي كذا تعود جسمي على العمل، فبلعب كارديو كذا. فبتمر لي حق ابو 25 دقيقة، 20، 15 حاجة كذا، يعني احافظ على لياقتي. حلو، وبعد الفطور بساعة وشوي راح اسوي لي شغلة وعلى طول اتمرن، تمام. فاللي حاب تابعونا عشان تشوفوا تمريننا اليوم. والله يوفق الجميع. Have a nice day. سلام عليكم، يعطيكم الصحة والعافية، شخباركم إن شاء الله طيبين. راح نلعب الجهاز اللي ورائي تقريبا 15 إلى 10 دقائق كده، بس نهيئ الجسم إنه هو راح يتمرن، تمام. بعد ما نخلص مثلا 15 دقيقة أو 10 دقائق تهيئة الجسم، بعدها نخش على الدورة الدموية، كيف ننشط الدورة الدموية. تعرف صيام وغيره وأكل، الجسم يحتاج إلى ريفرش. الريفرش هذا لازم بلش تسخين بجهاز، تمام، وبعدها تسوي تنشيط للدورة الدموية، وبعدها تبلش تمرينك. تمريننا اليوم راح يكون باي وتراي، تمام. راح نعطيهم بمب قوي، راح نتمرن أربع تمارين أربع تمارين أربع تمارين باي أربع تمارين تراي إن شاء الله، وبنحاول بإذن الله إن إحنا نوضح لكم التمارين بالشكل الصحيح. تابعوا التمرين، أساكم على القوة. وبنحاول بإذن الله إن إحنا نوضح لكم التمارين. بعد ما لعبنا 10 دقائق بالجهاز، الحين راح يتم التسخين، وهو حق نشغل الدورة الدموية بهذا الشكل. 25 دقة نحرك فيها الأكتاف بالمختلف زواياها، الظهر في الشد، الظهر في السحب، والرجل الخلفية، تمام، عشان تبدأ الدورة الدموية تشتغل ويانا تقريبا بالضبط. تقريبا هذه كل ثلاثة أرباع العضلات تشتغل، باي لتراي، الظهر، الرجل، تمام، بهذا الشكل. تسخين جدا جميل وحلو، وراح يعطيك ريفرش للجسم، خليك تتحمس حق التمرين. اوكي، هوبا، هوبا، هوبا. اول تمرين راح نلعبه باي بالبار. راح نشوف كيف الحين تاخذ البار على فتحة الاكتاف حقك وتلعب بشويش. لا تلعب مستعجل، ما وراك شيء، حجر ورمضان، ها، وتلعب على الراحة عشان تستفيد العضلة 100%، تمام. أهم شيء يكون ظهرك سيدة ما يتحرك، وتلعب بهذا الشكل 10. حلو، وتريح من 20 ثانية إلى 15 ثانية، وتبلش على طول الجلسة اللي بعدها عشان يطلع لك باي 100%. بعد ما خلصنا التمرين الأول وصار في بمب في العضلة، راح ألعب تمرين وهو بهذا الشكل، يحرك لي عضلة الباي ويحرك لي عضلة الساعد. كيف هو دردش؟ بهذا الشكل، تطلع واحد وتنزل بالعكس، تطلع كده
وتعدل هذه وانت نازل، تمام؟ فبيكون التمرين بهذا الشكل، هذا واحد، هذا اثنين، هذا ثلاثة، وهذا أربعة، وهذا خمسة، وهذا ستة، إلى نكمل عشرة، سبعة، ثمانية. التمرين الثالث راح يكون بالدمبل هذي، تمام؟ وراح نلعبه بهذا الشكل. اوكي، واحد، اثنين، ثلاث، اربع، خمس، ست، سبع، التمرين هذا يعتمد على العضلة الداخلية، حق يعطيها بومب 100%، تمام؟ راح يكون عندنا تمرين أخير، راح أخليه صور بين الواسع عق أحرك العضلة الداخلية أطلعها برا، وراح يعطيها الهمر اللي راح يركز على هذه العضلة بالضبط، هي والباي من داخل، أوكي؟ ف تمرين كالتالي يصير، راح العب على طول وزن شوي كبير، وراح اسوي يعني هذا الشكل، راح العب واحد، اثنين، ثلاث، اربع، خمس، ست، وعلى طول انزل هذا الوزن وانتقل للوزن اللي بعده، وعلى طول العب بهذا الشكل. شوف، اثنين، ثلاث، اربع، خمس، ست، وريح 10 ثواني وارد ارجع للتمرين. ان شاء الله. عموما بعد اي تمرين سوبر حاول تريح من 40 ثانية الى دقيقة، تمام؟ وبعدها تلعب اوزانك بالتدريج للتمرين اللي بعد. لا تقول انا عندي بامب وراح اشيل زيادة راح تأذي نفسك، لأن هذا التمرين يشغل عضلة ثانية فلا سبب لها تمزق أو شيء ما شابه من هذا، تمام؟ فحاول أنك تلعب بالتدريج. هذه اللعبة لازم تكون فيها سيفتي فيرست، اللعبة شكل ما هي قوة، اللي ما أخذنها قوة راح تأذي نفسك والله، تمام؟ بالتدريج عشان الشكل يطلع ياك مضبوط والتمرين يمشي ياك في السليم. 30 ثانية بس وبلش تمريني، اللي بعده تراي حبيبي، لك جاهز. بسم الله، اول تمرين ننسدح على الظهر، وبعدها ناخذ البار على جهة الضيق، ضيق مرة، وراح نلعب بهذا الشكل. شوف يبين عندك، تمام؟ هذا الشكل، نوصله للجبهة ونرفع بحيث ان الكوع ما يتحرك. 10 دقات مرتاح. شوف 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 انا كيف ارجف من قوة التركيز. الوزن خفيف بس التركيز لازم تخليه قوي عشان تأثر على العضلة بشكل ممتاز. الأكواع لازم يكون ثابتين. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمس، ست، سبعة، ثمان، تسع، عشر. وبعد ما خلصنا 4 جلسات مع زيادة الوزن بالبار، راح نلعب تمرين قريب منه بس انه زوايا تختلف. كيف زوايا تختلف؟ هذا هو هذا الشكل، راح نلعب هذا الشكل. دقيقة بس ارتب روحي. هذا الشكل، تمام؟ مع الفرق، هذا واحد، اثنين، ثلاث، أربعة، خمس، ست،
7 8 9 اوف 10 اوف يجوي جوي يجوي جوي التراب. بعد ما خلصنا يلفر راح نلعب تمرين. تمرين هذا الشكل ان شاء الله يبين عندكم واضح. تمام راح تجيب هاتي في الدراجة دي وبعد ظهري وراح العب هذا الشكل. 6 7 8 وعلى طول انتقل الى الجهاز. انا حطيت فيه هذا وراح العب هذا الشكل. هوبا 1 2 3 4 5 6 7 8 هذا الشكل راح العب سوبر. يكون عندي الشد ويكون عندي الجهاز. وبكذا نقول لكم خلصنا تمريننا الحمد لله على اكمل وجه. تمرن وياكم باي وتراي عسل. يعطيني العافية ويعطيكم العافية إذا تمرنتوا. سلام عليكم.